السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أحبتي إلى الدرس 19 من تعلم البايثون خطوة بخطوة من الألف إلى الياء المستوى الأول. بعد أن تعرفنا في الدرس السابق على الكلاس ليست في بايثون، وتعرفنا كيفية الوصول إلى أي عنصر في هذا الكلاس وكيفية تجزئة هذا الكلاس، إضافة إلى أننا تعرفنا إلى كيفية تغيير أي عنصر في هذا الكلاس. اليوم إن شاء الله سنتابع في الكلاس ليست ونتعرف على دوال الكلاس ليست في بايثون، ولنبدأ على بركة الله. كما تلاحظ معي في السلسلة الموجودة أمامك أو في المصفوفة ليست الموجودة أمامك، هي عبارة عن مصفوفة AR مؤلفة من مجموعة أرقام. سنستخدم على هذه المصفوفة جميع الدوال الموجودة في الكلاس ليست. الدالة الأولى من دوال الكلاس ليست في بايثون هي الدالة append، وتستخدم من أجل إضافة عنصر جديد في آخر الليست التي قامت باستدعائها. وبالتالي إذا استخدمنا الليست AR وقمنا باستدعاء التعليمة append، الآن ضمن قوسين الأبند سنضع ماذا نريد أن نضيف في نهاية هذه المصفوفة AR. على سبيل المثال أنا أريد أن أضيف الرقم 15، وبالتالي إذا قمت بطباعة print AR وبالضغط على run، لاحظ معي كيف أضاف البايثون الرقم 15 إلى نهاية الليست AR. وبالتالي أصبح لدينا الأرقام الموجودة في AR الأساسية وأضاف إليها الرقم 15. إذن هذه هي التعليمة append في الكلاس ليست. ننتقل إلى التعليمة الأخرى وهي التعليمة extend. إذا أردنا أن نطبق على المصفوفة AR التعليمة extend، فهذه التعليمة تفيد في إضافة عنصر مصفوفة من أي نوع آخر إلى الليست التي قمنا باستدعائها. وبالتالي أنت هنا يمكنك دمج مصفوفتين، إما بأن تقوم بتعريف مصفوفة AR 2 وعلى سبيل المثال تقوم بملئها بمجموعة عناصر على سبيل المثال نصية H J وأيضا رقمية وأيضا كذلك الأمر نصية مرة أخرى. إذا أردت أن تضيف أو أن تمدد المصفوفة AR باستخدام التعليمة extend اعتمادا على المصفوفة AR 2، فإنك تكتب هنا بكل سهولة AR.extend AR 2، وبالتالي إذا ضغطت على AR ستشاهد النتيجة، حيث تجد أن البايثون قد أضاف إلى المصفوفة AR هذه المصفوفة الجديدة وأصبحت جزءا من هذه المصفوفة. كذلك الأمر يمكنك إدخال الإضافة بشكل مباشر دون أن تعمل مصفوفة جديدة، وبالتالي أنت تقول extend وهنا تضع المصفوفة التي تريد أن تمررها. فعلى سبيل المثال تكتب 5.8.8 وبالضغط على run تلاحظ أيضا أن البايثون قد أضاف هذه المصفوفة إلى مصفوفتك الأساسية AR. وهذا بكل سهولة هو التعليمة extend. ننتقل إلى التعليمة insert. طبعا التعليمة insert تستخدم لإضافة عنصر جديد في مكان محدد من الليست التي قمت باستدعائها. وبالتالي أنت إذا قمت بكتابة insert، الآن يجب هنا أن تحدد أين تريد أن تضيف العنصر الجديد. فعلى سبيل المثال تريد إضافته في الإندكس رقم 2، هذا الإندكس 0 وهذا 1، أريده أن يضاف هنا، فأكتب insert في الإندكس رقم 2 وأكتب ماذا أريد أن أضيف، أريد أن أضيف نصا اسمه ER. الآن لنشاهد هل ستضاف بعد الرقم 3. لاحظ معي كيف أضيف في الإندكس رقم 2 في المصفوفة السلسلة AR بهذا الشكل. لننتقل الآن إلى التعليمة التالية وهي التعليمة pop. طبعا تفيد التعليمة pop بأنها تستخدم لحذف عنصر محدد في الليست التي قامت باستدعائه أو لحذف آخر عنصر. فإذا أنت كتبت pop وقمت بالضغط على run pop مباشرة وقمت بالضغط على pop وقمت بالضغط على run، تلاحظ أنه قام بحذف العنصر الأخير لأنك لم تحدد الإندكس الذي تريد حذفه. بينما إذا كتبت باب وقلت أنني أريد أن أحذف العنصر الذي إندكسه 0 طبعا وهو الرقم 8، الآن بالضغط على run لاحظ كيف قام البايثون بحذف العنصر ذو الإندكس 0 وهو الرقم 8. الآن ننتقل إلى التعليمة التالية وهي التعليمة clear. طبعا تستخدم التعليمة clear من أجل حذف جميع محتويات الليست، وبالتالي إذا استخدمنا list AR وطبقنا عليها التعليمة clear وبالضغط على run، تلاحظ مباشرة أن
النتيجة جاءت بأنها مصفوفة ليست فارغة. أيضا التعليم كبر تستخدم من أجل الحصول على نسخة من الليست. فإذا افترضنا أنني أريد أن أحصل على AR2 وهذه AR2 هي نسخة من AR وأضع الآن أنني أريد الحصول على AR2 طبعا ومن ثم القوسين وبالضغط على Run لاحظ معي كيف جاءتني AR2 نسخة طبق الأصل عن المصفوفة AR. الآن بقي لدينا التعليم Count. بفرض أنك أردت أن تعرف كم مرة تكرر الرقم 3 في الليست، فبكل سهولة تستخدم التعليم count. لاحظ معي عندما أكتب count الآن أريد أن أعد الرقم 3 كم مرة تكرر في هذه المصفوفة، وبالضغط على run وأنا أريد أن أطلب ar.count وأيضا الرقم 3 وأضغط على run. لاحظ معي قال لي أن الثلاثة تكررت 3 مرات، هذه المرة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. بفرض أني قمت بوضع أيضا 3 هنا وقلت run لاحظ كيف حصلنا على 4 تكرارات للرقم 3. إذن التعليم count تقوم بعد عدد مرات تكرار العنصر الذي نمرره لها ضمن الليست التي تستدعيه. لننتقل إلى التعليمة التالية وهي التعليمة remove. طبعا التعليمة remove تستخدم لحذف أول عنصر يتم إيجاده في الليست التي قمت باستدعائها يملك نفس القيمة التي نمررها ضمن التعليمة remove. طبعا في حال لم يتم العثور على هذه القيمة فإنها ستعود لي بالخطأ value error. طبعا لاحظ معي في الكاونت إذا افترضنا أنني أريد أن أعد الرقم 15 وهو رقم غير موجود في الليست، الضغط على run لاحظ أنها قالت أنه صفر ولم تعطي خطأ، إنها تقول أن الرقم 15 غير موجود في الليست. الآن نريد أن نعود ونطبق التعليمة التي قلنا أنها remove، وبالتالي إذا قلنا remove نريد أن نحذف العنصر الذي هو الرقم 12. لاحظ معي هنا هذا هو الرقم 12، أنا قلت احذف لي الرقم 12 والضغط تلاحظ أنه تم حذف الرقم 12 من الليست. الآن لو قلنا احذف الرقم 3، الرقم 3 مكرر أكثر من مرة في الليست، فماذا ستكون النتيجة برأيكم؟ اضغط على run تلاحظ أن البايثون قام بحذف أول 3 وجدها في الليست، إذن يقوم بحذف أول رقم 3 موجودة في الليست. الآن إذا قلنا له احذف الرقم 15 وهو غير موجود، لاحظ عندما أضغط على run سيأتيني بالخطأ value error ويقول أن الإكس أو الرقم الذي مررته هو غير موجود. بقي لدينا التعليمة index. طبعا التعليمة index هي تعليمة توفر لي الحصول على الindex الخاص بالعنصر الذي نمرره لها ضمن التعليمة، فنقول index وأريد أن أحصل أنا على الindex الخاص بالعنصر أو بالرقم 7، وبالتالي طبعا يجب أن أعرض الindex هنا بهذا الشكل وأضغط على run يقول أن الإندكس الخاص بالرقم 7 هو الإندكس 3. لاحظ هنا إندكس 0 1 2 ونعم الرقم 7 هو إندكس 3، لكن ماذا لو مررنا أن نريد الإندكس الخاص بالرقم 3 وبالضغط على وباعتبار أن الرقم 3 مكرر أكثر من مرة، بالضغط على run لاحظ أنه قال أن الإندكس الخاص به هو 1 لأنه يتوقف مباشرة عندما يجد الرقم الذي تبحث عنه، هذا الإندكس 0 وهذا 1 فعاد لي أن الرقم 3 إندكسه الخاص هو 1. الآن ماذا لو طلبت إندكس لرقم غير موجود على سبيل المثال أيضا الرقم 15 وتقول run؟ لاحظ نفس الرسالة تماما value error إذن 15 isn't in the list. ننتقل الآن إلى التعليمة sort، وتفيد التعليمة sort بترتيب المصفوفة AR بشكل تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى، ولكن عندما لا تقوم بوضع أي شيء داخل الأقواس. إذن إذا كتبنا بهذه الطريقة ar.sort وضغطنا على run تلاحظ أن المصفوفة ar قد ترتبت من الأرقام الأصغر فالأكبر، بينما إذا أردت أن تقوم بترتيب عكسي تريد أن تكون الترتيب بشكل تنازلي من الأكبر إلى الأصغر فأنت تكتب هنا reverse ومن ثم تكتب equal to true، لا تنسى أن تكون true بدايتها حرف كبير، وبالضغط على run تلاحظ أن الأرقام قد رتبت كما تشاهد من الأعلى إلى الأدنى وهو الترتيب التنازلي.
بقي لدينا التعليمة الأخيرة في دوال الكلاس ليست في بايثون، وهي التعليمة ريفيرس. طبعا تستخدم التعليمة ريفيرس لعكس ترتيب عناصر الليست. فإذا جئنا إلى المصفوفة AR وقلنا ريفيرس بهذا الشكل، الآن العنصر رقم ذو الاندكس الأخير سيصبح اندكسه صفر، وهكذا لباقي الأرقام. هنا أريد أن أحصل على AR أولا لكي أقارن، وكذلك الأمر أريد أن أحصل هنا على الـ AR المعكوسة RAR، وأيضا هنا فاصلة. الآن أضع run، لاحظ معي الـ AR الرقم 8 هنا أصبح في نهاية المصفوفة المعكوسة، والرقم 3 هنا أصبح في بداية المصفوفة المعكوسة، وهكذا بالنسبة لباقي العناصر في الليست. بهذا الشكل أحبتي نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من دروس الكلاس ليست في بايثون، وتعرفنا على الدوال الخاصة بالكلاس ليست في بايثون. نودعكم على أمل اللقاء بكم في دروس جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.